أستاذ بسام أهلا بك، يعني وعينيك يمكن أو بعدك سهران كرمالنا. صباح الخير توني سارة. الساعة هلا 11:30 بتوقيت كاليفورنيا. صباح الخير. إن شاء الله إن شاء الله محمي من الحرائق في كاليفورنيا. أنت في شمال كاليفورنيا في جوار سان فرانسيسكو. أنا بشمال كاليفورنيا بالسيليكون فالي حد سان خوسيه، والحرائق يعني على بعد كم كيلومتر من مطرح ما عايش أنا وشريك حياتي، فهي بعيدة يعني على حد الجبال اللي حدنا. نعم. ومن الجبال وبالرايح كلها بتصير جبال وأحراش، فهونيك الحرائق وممتدة ل 14 محافظة أو مقاطعة بشمال كاليفورنيا. نعم. الوضع اليوم كيف؟ يعني USA Today، صحيفة USA Today تقول إن فرق الإنقاذ استطاعوا أن يحتووا حتى الساعة 56% من الحرائق. هل هذه الأرقام مبشرة بالخير؟ مظبوط. أنا كنت عم تابع الحرائق من مركز الإطفاء يلي بيشرفوا على إدارة الحريقة، لانه المؤسسات المائيه لعنا اللي انا مديرها موجوده ببعض مناطق الحرائق، وكان مضطر انا اتابع على الارض. ومن كم يوم كان عمول 10%، واليوم الصبح قالوا 50%، فممكن ال 56% رقم جديد هلا طلع. ففي الامور عم تتحسن، خاصه بسبب انه الطقس برد شوي والرياح تغيرت مجراها، وكمان عم يشتغلوا منيح على الارض. في كذا طريقه لاخماد الحرائق عم بيستعملوها وبلش تعطي نتيجه. نعم، ففي تحسن. نعم، اشرت استاذ بسام الى الطقس، والاسباب الرئيسيه حسب الاعلام الامريكي هي تفاعل، تختصر في تفاعل الطقس والمناخ والوقود. كيف تفسر ذلك؟ نعم، وهون بحب أوضح للمشاهدين أنه كلمة وقود ما بتعني البترول والبنزين، بتعني الأشجار وقت تكون بكثافة، والحشيش وقت تكون يابس، هذا يعتبر وقود للحرائق. وزيد على هيك التغيير المناخي اللي عم بيصير بالعقود الأخيرة، اللي مثلا سبب يصير في عنا برق بنص الصيف. عادة كاليفورنيا طقسة متوسطة، ما بيصير في برق ورعد وشتاء بالصيف، بس هيدا اللي صار هالسنة. من أسبوعين بنص الليل صار 12,000 عملية برق، ومنها صابت الأشجار وسببت 585 حريقة مثل ما ذكرت ب 14 مقاطعة بشمال كاليفورنيا. فالحرائق كبرت واتصلت ببعضها، وصاروا هلا يعتبروا ثلاث حرائق كبار بكذا منطقة، يعني محصورين بس أغلبيتهم بالأحراش ومش بالمناطق السكنية. أكيد بيكون في شوية بيوت أو مزارع بالأحراش من احترقت، وأغلبية العالم يعني قدروا يظهروا قبل بوقت. بس نعم، مثل ما قلت سيستوني، هيدا موضوع الوقود بسبب الجفاف بكاليفورنيا اللي مرقنا فيه بخمس سنين، صارت الأشجار ناشفة، فهي بتشكل كوقود للحرائق. نعم، بس كنا نسمع أكثر عن حرائق في جنوب كاليفورنيا الصحراوي أكثر، يعني لوس أنجلوس ومحيطها، كأن الاستهداف هذا العام هو شمال كاليفورنيا، سان فرانسيسكو وباي اريا طبعا. نعم، هيك صعبت هالسنه. بس كمان ذكرك من عامين الكامب فاير يلي صار اكثر بشمال كاليفورنيا لشمال العاصمه ساكرامنتو، هنيك كان يعتبر اكبر حريق بتاريخ كاليفورنيا، لانه سبب اكثر شيء ضرر بالارواح وبالسكن، وحتى محا مدينة من 26,000 شخص محيها. هلا لحسن الحظ يعني معظم العالم بيتركوا قبل بوقت، يعني بيكونوا انذروهم الاطفاء والبوليس والهيئات المدنية، تركوا بيوتهم. بس كان عدد القتلى بالكامب فاير صار ب 2018 86 شخص. لكبر الحريق يعني يعتبر العدد قليل. بس هالمرة هيدا ثاني أكبر حريق، ولحديت هلا عدد القتلى 6 أشخاص. يعني كل شخص بينأسف عليه، بس لكبر الحريق يعني الواصلين له مساحته
مخيفة 3350 كيلومتر مربع، يعني ما بدي أطول على لبنان، بس هيدي ثلث مساحة لبنان، فمساحة ضخمة. يعني أنا عرفت إنه تخيل هذه الخليج المساحة بهالمساحة وبس 6 أضلاع. هي المساحة مدينة شيكاغو نعم، صح؟ تقريبا بتصور مساحة أكبر، مدينة شيكاغو، أي يمكن شيكاغو مع ضواحيها الكثيرة. نعم يا نعم طيب ف أستاذ بسام، بس 3350 مش رقم قليل. نعم لا شك أن هذه الحرائق خلفت أضرارا بيئية كثيرة، كيف تختصرها لنا؟ طبعا اول ضرر خساره الاشجار كلها يلي هي مصدر للاكسجين، بس كمان وقت يكون عندك هالحرائق هالدخان اللي عم بيطلع والسي او 2 ثاني اكسيد الكربون عم بيطلع، بده يزيد الاحتباس الحراري الموجود بالعالم ويزيد من التغيير المناخي. يعني التاثير مش بس على كاليفورنيا، تاثير على الكره الارضيه كله، نعم. كمية ثاني أكسيد الكربون عم بيطلع، وبالنسبة لاحتواء، فهذه كارثة وأشرت بيئية أكيد. حضرتك طبعا أشرت إلى فرق إنقاذ من كاليفورنيا ومن ولايات أمريكية أخرى، وسمعنا كمان عن مساعدات من كندا، عن فرق إنقاذ كندية. هل أنتم بانتظار المطر تصلون للمطر؟ أنا بعرف أنه سان فرانسيسكو بتشتي فيها، مش مثل لوس أنجلوس الجافة بالإجمال. ايه بس قليل ما بتشتي هون بالصيف، يعني معقول تشتي بقى وتتلج على الدنيا كلها. استاذ توني بعرفك بتحب تغني يعني، وهي غنيت وائل كفوري، الاستاذ وائل كفوري. ف انت لا راجع هون على جذورك طقسنا اللبنانية. متوسطي، نعم فطقسنا متوسطي واجمالا ما بتشتي بالصيف، بس اخماد الحرائق عم بيكون بالاطفاء، سواء شاحنات الاطفاء رجال ونساء الاطفاء وخراطيم المي، او الهليكوبتر يلي بتحمل خزانات مي بترميها على الحريقه وبترجع بتعبي غيرها، او الطيارات يلي بترمي مواد كيماويه تتاخر انتشار النيران. وكمان في اشياء مش بديهيه مثل جرافات، بيستعملوا جرافات لحفر الارض وبشيلوا الحشيش اليابس وبيستبدلوها بتلين من التراب تيكونوا نوع من الحزام لوقف انتشار الحرائق. والاحلى من هيك كمان، او الانترستنج اكثر، الغريب اكثر، هو الحرق المتحكم فيه. طريقه لوقف الحريقه هو بيحرقوا مثل حزام حول الحريقه تيمنعوا الحريقه تطلع على منطقه ثانيه. فهالارض المحروقه بتطوق الحريق بتمنع انتشاره. يعني بتعرف مثل الشاعر ابو النواس قال: وداوني التي كانت هي الداء، نعم بطفو الحريق بالحريق. طيب سؤالنا الأخير بدقيقة واحدة المطر لو إذا إجا سمحت، بتكون بنص عظيم، بس دقيقة. ما متأمل كثير. نعم نحن بنعرف أنه في كوارث طبيعية كتير تشهدها الولايات المتحدة بكاليفورنيا، الحرائق والزلازل، وبعدنا سمعين عن أعصار لورا بوسط الولايات المتحدة. هل الأمريكيون والعرب الأمريكيون الموجودين بكثرة بأمريكا باتوا على دراية بكيفية الوقاية بدءا من البيوت التي يختارونها؟ هالازمات اللي عم بتصير والكوارث عم بتصير، بتامل شغله وحده منها، انه العالم تقتنع انه في تغيير مناخي ويعملوا جهدهم تا يخففوا من وطأته. يعني انكار التغيير المناخي اللي بيصير حتى على مستوى الشخصيات السياسيه بالعالم وبالولايات المتحده مؤسف، لانه ما بيجيب الا الضرر. يعني وهلا في شانس كبير كل العالم يعملوا اشياء ممكن تغير هالمسار، مثلا توليد الطاقه من الهواء او من الشمس ممكن تنعمل، سواء بامريكا عم تنعمل سواء ببعض الدول العربيه ممكن تنعمل، لان في عندنا طاقه شمسيه قويه نستفيد منها وقت نعمل ابنيه جديده، ممكن نولد طاقه منها، او بجبالنا ووديانا ممكن واحد يحط مولدات لتوليد الطاقة من الهواء.
وهيك بيحرق الواحد وقود اقل وبيساهم اقل بالتغيير المناخي بالعالم. نعم نتعايش كمان، مش بس على بلد معين، نتعايش مع غضب الطبيعة. مدير المنشآت المائية في سان خوسيه شمال كاليفورنيا والمحاضر في الهندسة في جامعة كاليفورنيا بسام كساب، نورتنا أغنيتنا، كنت معنا عبر سكايب من كاليفورنيا. شكرا.